طبعا هاي الكلبة بعد ما كانت امبارح مريضة وركبنا لها محلول، طبعا زي ما انتم شايفين ابعدك عنها شوية هي قاعدة بدأت تاكل وصار في نشاط اكثر. هاي الاستاذ احمد هاي حابها، هاي بده يعطيها الابرة. طبعا هذه وضعية جديدة بدق الابر يعني عشان ما تعضوش يعني هي. طبعا هاي في العضل ستي. شايفين كيف الكلبة؟ تمام واضحة 100% بدها تاكل والحمد لله على خير ان شاء الله.